الهاتف دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور استاذه بسمه، ازي حضرتك؟ بنرحب بحضرتك دكتورة مايا. اهلا وسهلا فندم. عايزين نعرف ايه اهم المحاور اللي اتناقشتوا فيها في الاجتماع مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اول يعني اهم النقطة اللي حصل فيها مناقشة النهاردة هو المؤتمر الوزاري لوزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي اللي هتستضيفه مصر من 5 ل 8 يوليو في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وهيبقى بإذن الله أول مؤتمر دولي تستضيفه للمرأة العاصمة الإدارية. والنقطة الثانية كانت منظمة التعاون الإسلامي للمرأة اللي تستضيفها مصر، وجه سيادة الرئيس اللي يكون في مساندة أو دفع حصص الدول الأقل نموا الأعضاء الموجودين في المنظمة، وأيضا تشجيع الدول الأخرى في الانضمام لهذه المنظمة، وهي آلية مهمة جدا لدول التعاون الإسلامي، وأيضا مصر تتولى الدفع عنهم، ودي نقطة يعني في غاية مهمة جدا طبعا. وعايزين نعرف من سيادتك يعني إيه أهمية أنه استضافة مصر لمؤتمر كبير زي ده؟ واستضافة مصر المؤتمر الكبير ده هيبقى لأن مصر هتستلم الرئاسة من دولة فلسطين، في 57 دولة هتشارك، مصر هتستلم الرئاسة لمدة عامين لأجندة المرأة في دول العالم الإسلامي. أيضا منظمة التعاون الإسلامي اللي فيها 15 دولة في هذه اللحظة، الرئيس كما يوجه بدفع الحزب الخاصة بالدول الأقل نموا، الأشقاء الأقل نموا، وتشجيع الدول أيضا الأقل نموا في اللي ما دخلتش تدخل معانا، ده بيدي مساحة كبيرة جدا لكل المرأة في أكثر من يعني 22 دولة إسلامية بالدخول، ودولها تبدأ تشارك ويبقى في اكتساب خبرة وتبادل خبرات بيننا وبينهم، فما يبقاش هو الحاجز المادي في دخول المنظمة، هو العائق الأساسي في للمصافقة على اتفاقية النظام الأساسي لمنظمة المرأة. ولكن صراحة يعني أنا بقول دايما عقد ذهبي على المرأة المصرية النهاردة، هذه الانفتاحة، وأن يوجه كاس الرئيس يعني أن مصر تساند وتؤازر كل هذه الدول في ملف تنمية المرأة، أمر هام جدا جدا. مش عايزين دولة عايزة تدخل وده اللي يبقى عائق عليها، عايزين كل المرأة النساء اللي في الدول الشقيقة الموجودة في منظمة التعاون الدولية ليها التواجد في المنظمة.